السلام عليكم طلاب، نبدأ وياكم إن شاء الله بمادة الأورال ميديسن. واليوم عندنا الليكتشر الأول من مادة الأورال ميديسن للمرحلة الخامسة. الليكتشر الأول يحكي لي عن introduction of oral medicine، هاي ينطيني في الديفيشن إنه هو شنو الأورال ميديسن، شنو يختص، شنو يعالج، شنو يشخص. اوكي، فد مقدمة عنا، مقدمة عن الكيس شيت، مقدمة عن الأمراض اللي تخص الأورال ميديسن. راح نجي نكمل هسه. عندنا الأورال ميديسن هو عبارة عن dental specialty that bridges the traditional areas of health between dentistry and medicine. طبعا هو فد حلقة ربط، أو هو فد شي يربط بين منو وبين منو، يربط بين الميديسن ويربط بين الدنتستري. الميديسن سواء انه الدواء، سواء العلاج، سواء اي شيء يخص الميديسن، يخص الطب، هو احنا حنتناول السنة. ليش؟ لانه هو حلقة ربط ويا طب الاسنان. اوكي، الاورال ميديسن يعرف على انه تخصص بطب الاسنان يسوي placed at interference between medicine and dentistry. شنو معناته انه انترفيرنس؟ الانترفيرنس انه مواجه بين طب الاسنان وبين الميديسن، اند كونسيرد ويهتم with diagnosis and management. احنا نفد وصلنا للشي اللي احنا نريده، اللي هو diagnosis، انه يهتم او يعمل مع الدايجنوسيس. خصوصا شنو الدايجنوسيس؟ من يا نوع اني نوع الكلينيكال دايجنوسيس، كنا انه احنا طبينا عيادات فحص، شفنا انه بعيادات الفحص شنو الشيء اللي احنا نقدمه بالاورال ميديسن، شنو الشيء اللي احنا نهتم به، اللي هو شنو الدايجنوسيس، خصوصا اللي كلينيكال يعني اللي بالعياده، التشخيص الصغير اللي بالعياده. اوكي، يهتم بتشخيص ومانجمنت، مو فقط انه شخص، لا، يسوي لي مانجمنت المن للمشاكل اللي موجوده بالاورال كافيتي. انا شخصت انه يا بترى اليوم البيشنت شنو عنده، عنده افثس السر، اشخص يا بشنو، شخصته كتبته، راح اجي اشوف شنو اني كطبيب متخصص بالميديسن، شنو اني العلاج اللي حوصف له، او شنو اقول له يسوي، شنو الانستراكشنز اللي هو حيسويها. فاذا الأورال ميديسن يهتم بالتشخيص ويهتم بالمانجمنت، نون دنتال باثولوجي، بالشغلات أو بالأمراض اللي هي أصلاً مو دنتال، يعني مدخلها بالطب الأسنان. أوكي، مثل إيش هاي الأمراض اللي هي نون دنتال؟ مثل ياب اليوم أو قبل أسبوع بالعيادة، من إجتنا إجانا شخص بعيادة الفحص، هذا الشخص شنو بي عنده آلسر. يابا الآلسر شو كنت طلعت لك قبل أسبوعين، ليش طلعت لك هاي الآلسر؟ طلعت لي لأنه أنا شنو، كانت عندي حرارتي مرتفعة، كانت عندي فلاونزا، فجأة قعدت الصبح لقيتها. أوكي، فإذا يا ترى هاي الآلسر اللي طلعت بالأورال كافيتي مال البيشنت، هل هي بسبب الأسنان؟ لا طبعا. إذا المشاكل اللي هي مو دنتال راح نعالجها احنا ونشخصها، او عفوا هو نشخصها بعدين نعالجها، affecting على الاورال اند الماكسيلوفيشال ريجن، اللي تأثر لي على الاورال كافيتي، او اللي تأثر لي عفوا على الاورال كافيتي وعلى الماكسيلوفيشال اللي داير مداير الاورال كافيتي، يعني منطقة الماكسيلوفيشال. نجي على الاورال ميديسن سبيشالايز specialists provide clinical care to patients with a wide variety of orofacial conditions. يعني شنو هنا أنا قصده؟ قصدي يابا إنه كتخصصي بالميديسن، هذا التخصصي إيش راح يسوي؟ اليوم حيقدم لي عناية أو يهتم بالclinical care إلى البيشنت. يعني إنه أني من يجيني البيشنت، أول شغلة إنه أني حسوي له diagnosis، تمام، اللي هي مثلا اجاني اليوم اني للعيادة، ايش راح اسوي له؟ يا بانه هو عنده شنو، خلنا نفرض انه عنده swelling، شكينا انه هاي السولينج هي احتمالية انه هو عنده تيومر. فاول ما اني شخصت تشخيص اولي ايش راح اسوي له؟ احدد زبايوبسي، اكيد اقول له روح اخذ خزعة، تمام.
وما سويت اني كلينيكال دايجنوسيس مثل الخزعة، شو راح اسوي بعد وراها؟ انه راح اجي اشوف المانجمنت كذلك، تمام؟ فاذا انه هسه الاورال ميديسن او كطبيب متخصص بالاورال ميديسن راح يهتم للبيشنت بالكلينيكال كير، انه العناية السريرية اللي هي مثلا اشخصه انطي علاج، اوكي؟ فانه الميديسن يابا ترى البيشنت من يجيك للعيادة هو مرتبط بأوروفيشيال كونديشنز، راح يجيك بمختلف بحالات كلش مختلفة. مثلا شنو هاي الحالات اللي حيجيني بيها البيشنت؟ أورال ميوكوزال ديزيز. هسه نفرض هنا باوعت انت هذا شنو؟ هذا فم البيشنت. حشوف يابا فم البيشنت هنا مثلا، لو نفرض هنا عنده بالجنجفة شنو عنده؟ عنده بنفيغويد، تمام؟ لو نفرض انه هنا شنو عنده؟ ليتشن بلانس، او مثلا عنده هنا وايت ليجن. من شفت انت اجيت باوعت يابا انه اكو فد مجموعة من الديزيز بمختلف انواعها بمختلف اسماها شنو موجودة؟ موجودة بالأورال كافيتي، اوكي؟ فاحتمال انه لو فرضا انه 80% من البيشنتيه اللي يجوك للعياده هم شنو؟ هم اورال ميوكوزال ديزيز. بعد شنو البيشنتيه اللي هم حيجوني؟ اورال فيشيال بين سيندروم. مثلا اجاك البيشنت قال لك يابا انه اني هاي المنطقه شنو عندي؟ عندي بيها الم بتوجعني، اوكي؟ او انه يقول لك هاي المنطقه كذلك بها الم، فهذا هو الاوروفيشيال بين. او سليفري جلاند ديزوردرز، مثلا انه اليوم اكو مشكله بالغده مثلا السبلينجوال ما تفرز لي، اوكي؟ انه اكو مشكله بالسب مانديبولر، فعلى اثرها طلع لي فد تجمع تحت اللسان، او طلع لي فد بهاي المنطقه فد مشكله، تمام؟ فانه انت من اجاك نوع من البيشنتية حيجوك سليفر جلاند ديزوردرز او اورال مانيفيستيشن اوف سيستميك ديزيز. هواي عندي سيستميك ديزيز اعراضها، هواي عندي اني امراض بالجسم اعراضها وين تبين؟ تبين بشنو؟ تبين بالاسنان. دائما يقول لك انه الاورال كافيتي هو مرآة للجسم، مرآة للسيستميك ديزيز اللي موجودة بالجسم، اوكي؟ فدائما انه مثلا يجيني انه بيشنت عنده فد بروبلم معينه بجسمه، عنده فد ديزيز معينه بجسمه، حنشوف انه اول ما نفتح الكافيتي مالته ايش راح نشوف؟ راح نشوف انه مثلا عنده فد عارض هنا مبين بالاورال كافيتي مالته. فيابا انه اني كطبيب متخصص اقول يابا انه هذا الى علاقه بفد ديزيز معين، ادز البيشنت على الفحوصات او اسئله يابا انت عندك هذا المرض، اوكي؟ نجي على الأورال ميديسن كونسير. بيش يهتم الأورال ميديسن؟ شنو هي اهتماماته؟ وين يوجه اهتماماته؟ أول شغلة كلينيكال دايجنوسيس، مثل ما قلنا إنه التشخيص السريع، يعني أول ما يجيك البيشنت في العيادة أنت حتفحصه أو حتشخص هو شنو بي ليتشن بلانس، بي مثلا ألسر، بي ليكوبليكا أو إرثوبليكيا، شنو بي هو البيشنت. فهنا عندي الكلينيكال دايجنوسيس التشخيص and the non-surgical management، تمام؟ the non-surgical management انه اني اعالجه بس العلاج ما يكون جراحي، مو افتح خزعة وما ادري شنو، افتح انسي شنو غيره وغيره. لا، مو معقولة انه واحد اجاني اليوم عنده آلسر بالعيادة، طبعا الامثلة كلها حصير على آلسر لانه ما يجي ببالك بش الآلسر. فانه اجاني اليوم البيشنت للعياده يابا شنو عنده؟ عنده السر. ما المعقول انه اني راسا اقول له تعال وكذا وكذا وكذا؟ لا، ما يصير. فانه اني يقول لك علاج اوف نون دنتال باثولوجيز، انه الامراض اللي هي شنو؟ هي نون دنتال باثولوجي، امراض ما عليها بالاسنان، مو طالعه سبب الاسنان، اللي هم اكثر شيء يهتمون بها منه اهل الباثو، اللي راح تاثر لي على الاوروفيشيال ريجن. اذا انه انا من يجي البيشنت اشخصه اعالجه، اوكي؟ خصوصا الامراض اللي هي نون دنتال
واللي راح تؤثر على الاوروفيشيال ريجون اللي هو الماوث تمام، وكذلك الفيس الوجه مال البيشنت. Systemic disease have signs or symptoms that manifest in the orofacial. مثل ما قلت انه why systemic disease اعراضها تبين مباشرة بالاسنان. اوكي. والاورال كافيتي كذلك. مثل الامراض الجلدية. مثل الليتشن بلاناس. اوكي. اكو مثلا انواع تصير بالجلد. انواع تصير بالاظافر. تمام. مثلا هسه اللي هي هاي اوكي، فهاي نتيجة انه systemic disease وين اثر على الاورال كافيتي، طلع لي ليتشن بلانس بالاورال كافيتي. عندي pathologically the mouth may afflicted by many continuous and gastrointestinal hematologic and many other systemic disease. مثل ما قلنا يابا اليوم البيشنت شنو عنده؟ عنده أمراض جلدية. مثل إيش قلنا الأمراض الجلدية؟ أوكي؟ مثل الليتشن بلانس. عنده يابا أمراض جلدية، فمباشرة هاي الأمراض الجلدية وين عكست؟ عكست بالماوث. طلع لي اليوم البيشنت عنده مرض جلدي. أوكي؟ من عنده سيستم من عنده كوتينوس ديزيز وين بينت؟ اول ما بينت عندي ليتشن بلانس بالماوث بحلقه، او انه بيشنت عنده اضطرابات بالكاسترينو انتستينال ديزيز، عنده امراض بالمعده، فاو بعدين وين يبين بالماوث، او هيماتولوجيكال ديزيز، او انه الاذر سيستميك امراض اخرى. اوكي، اول ما تصير امراض عند الشخص وين حتبين؟ حتبين بالماوث مالته. There also unique situations of hard tissue penetrating the epithelium continuity. Hair and nails are intra-epithelial tissue. يعني شنو هنا قصده؟ قصده انه اكو فد مواقع من الهارد تشو تخترق الابثيليوم كونتينيوتي. مثلا انه هنا وينه اجيت شنو صار اكو اختراق ببنتريتنج، صار اكو قطع وين بالابثيليوم هنا نشوفه، فالكونتينيوتي مال الابثيليوم انضربت، صار بيها اختراق بالهير، فبينت عندي فد بروبلم معينة بالشعر، او مثلا بالنيلز مثل الاظافر. اوكي، هنا الابثيليال شنو صار بيها ببنتريتنج. عندي example conditions that إنه oral medicine concerned with are lichen planus. أمثلة إنه oral medicine بيش يهتم بالليتشن بلانس. تمام، تشوفون قدامكم ليتشن بلانس، ويهتم بعد بشنو؟ يهتم بالبنفيجويد، عفوا يهتم بالبنفيجويد كذلك، بنفيجاس فالغاروس. تمام، تشوفوها هذا ليتشن بلانس، بعد بيش يهتم بهجت ديزيز. البهجت ديزيز هي هذا المرض عبارة عن انه يصير بثلاث اماكن. بهجت ديزيز يصير بالعين، يصير بالمنطقة الاورال كافيتي اللي هي اكثر شيء كانكر سورس اللي هي نفسها الالسر، ويصير عندي بالجينيتال الالسر. اوكي، بعد نكمل عندنا بيش يهتم الاورال ميديسن، يهتم بالتشخيص والفولو اب اوف بري مالجننت ليجنز. شنو هاي البري مالجننت ليجنز؟ انه اني من يجيني البيشنت اليوم شفت هذا فم البيشنت، شفت بيه شغلات اول ما شفتها تعرفت عليها، وعرفت انه احتمالية هاي البروبلمز اللي هي النون مالجننت، هي مو مسرطنة، بس احتمالية انه بالمستقبل راح تتحول الى مالجننت. اوكي، يعني انه شغلات اني اشوفها بالفم احتمالية انه تتحول الى مالجننت. مثل ايش؟ ذا ليوكوبليكيا،
والإيرثوبليكيا. الليكوبليكيا والإيرثوبليكيا دائما الليكوبليكيا عفوا هي شنية؟ هي عبارة عن وايت ليجن موجودة بالأورال كافيتي. الإيرثوبليكيا اللي هي عبارة عن ريد ليجن، تمام؟ فإنه أجي أني أشخص وأسوي فولو أب، يعني أسوي متابعة للجلسات of pre-malignant lesions للليجن اللي هن وين يطلعن، مثل الإيرثوبليكيا والليكوبليكيا اللي يطلعن بالأورال كافيتي، أسوي لهن أني دايغنوسيس وفولو أب. ليش؟ مخافة إنه هن يتحولن إلى malignant بالمستقبل، فلازم أسوي لها فولو أب. chronic and acute pain conditions، إنه يجي البيشنت عنده شنو؟ عنده ألم. وين؟ مثل إيش هذا الألم؟ مثل بوجهه، تمام؟ كرونيك يعني ألم مزمن، أكيوت يعني ألم حاد. مثل إيش؟ مثل باراتسيسي سمول نيوراليجيز ومايغرين. المايغرين هو صداع نصفي، تمام؟ النيوراليجيا اللي هي شنو؟ شوفوا المايغرين يعني صداع نصفي عند الشخص، تمام؟ هنا النيوراليجيا اللي هي اكو يصير عنده بين باحد النيرفات مال الوجه. مثلا هسه انه انا هنا عندي شنو؟ عندي بهذا النيرف اللي هو الماكسيلاري نيرف عندي بمشكله، عندي انه العصب ملتهب، فصار اكو بين عند الشخص. dental and oral conditions of medically compromised patients، انه الحالات يجيني مثلا الشخص اللي يجيني للعيادة اوكي عند medically انه اكو ادوية ما اخذها، تمام؟ هاي الادوية مثلا انه من يجينا مرات شخص عنده تضخم باللثة مالته نتيجة أدوية معينة، أوكي؟ Diagnosis and management كذلك إنه هو يهتم بالتشخيص وعلاج الدراي ماوث كونديشنز مثل الجوغرين سيندروم. أكو حالات تصير نتيجة الدراي ماوث، أوكي؟ زيروستوميا بالفم and non-dental chronic orofacial pain، وكذلك إنه الألم اللي يصير مو من الأسنان طبعاً. مثل إيش؟ مثل البيرنيك ماوث سيندروم. خلنا نجي نشوف الصور هنا. أولاً هي هاي الجوغرين سيندروم، هاي المتلازمة اللي هي تصير مناطق مثل العين، اللسان، جتف، أوكي؟ بهاي المناطق أكثر شيء. والبيرنيك ماوث سيندروم يعني بيرنيك تانج، يعني اللسان عباك محروق، شوفوا صير بي هاي القطع وهاي البقع، تمام؟ هي هاي يسموها burning mouth syndrome. So in order to get accurate diagnosis of patient we have to take adequate history from patient. لذلك طلاب انه احنا اذا نريد نوصل الى تشخيص كلش صحيح كلش دقيق نعتمد عليه، اوكي، ما يوقعنا بمشاكل للبيشنت، فاحنا لازم ناخذ منه هيستوري كلش كافي، شنو يوجعك، وين يوجعك، شو وقت طلعت عندك هاي المشكله، توجعك لو لا، اوكي، عندك فد مرض معين، تاخذ فد ادويه معينه، كل هاي الاشياء لازم تنسال للبيشنت. First step in dealing with patient is history taking. اول خطوة انه اني اتعامل ويا البيشنت انه اني اخذ منه شنو؟ هيستوري. طبعا انه انت اول ما يجيك البيشنت للعيادة فانت شنو؟ لازم انه تاخذ منه هيستوري كامل، واحنا اصلا تعودنا لان صارنا سنتين انه احنا ناخذ هيستوري من البيشنت. هنا عندي the basis of a true history is good communication between dentist and patient. أول شغلة إنه أنت لازم عندك
good communication، التواصل مالتك مو بس جيد، المفروض فوق الممتاز اذا اكو يعني ويا البيشنت مالتك. اوكي، البيشنت بروبلمز، البيشنت اذا عنده مشاكل، واذا it has a medical diagnosis اجي اشخصه. Attached or not need to be identified، هل هو انه ياخذ ادوية معينة؟ اوكي، it is important for dentist to acquire good consultation skills، يعني مهارات التواصل، مهارات المناقشة ويا البيشنت. اوكي، تمام. في انه انا شلون اتواصل ويا البيشنت، شلون اخذ منه هيستوري مضبوط على مود اوصل للتشخيص الصحيح. اوكي، فاحنا هسه بما انه احنا مبتدئين فاحنا لازم نمشي على سيستم معين، بس اللي عندهم خبره لا عندهم، كل دكتور اي دكتور عنده خبره فهو الى طريقه انه ياخذ من البيشنت فد هيستوري مضبوط بطريقته الخاصه، ما يحتاج يتبع النظام اللي احنا متبعينه. فاول شغله انه لازم انه انا عندي مهارات المناقشه ويا البيجنت ومهاراتي كلش جيده، لازم good history is one which reveals the patient ideas concern and expectation as well as any accompanying diagnosis. الهيستوري المضبوط انه انا اشوف افكار البيجنت، شنو عنده افكار، اهتماماته، توقعاته، اوكي، والدياغنوسيس المصاحب لهاي الشغلات. اوكي، often the history alone does reveal a diagnosis، انه مرات انه تجينا من اخذت انت هيستوري مضبوط انت وصلت للتشخيص بدون اصلا ما تشخص. اوكي، to obtain a true representative account of what a troubling a patient and how evolve over time is not easy task. A task practice patient understanding and consideration. أول شغلة إنه البراكتس لازم يكون عندك إنه أنت عندك المتمرن ماخذ تمارين عن هذا الشيء، ماخذ تدريبات، لازم عندك صبر تتحمل البيشنت، لازم انه عندك انت لازم تكون اصلا حاط بالحسبان انه هذا البيشنت راح يزعجك. اوكي، الفهم انه انت تفهم على البيشنت وكذلك التركيز وياه. الهيستوري is sharing of experience between patient and dentist. الهيستوري حيبقى متشارك بين البيشنت وبين الطبيب. Consultation can allow a patient to unburden himself or herself. Okay. إنه هاي المناقشة راح تفيد الطرفين سواء أنت أو سواء البيشنت. نجي على ال consultation skills، المهارات اللي اتطلبها على مود احصل على ثقة البيشنت او على مود احصل على ستوري خاص من البيشنت. learn and go by knowing what question to ask. اول شغلة انت لازم تعرف شنو الاسئلة اللي المفروض اصلا انت تسألها للبيشنت. هل انه انا عندي انواع محددة من الاسئلة انت تسألها؟ هل انه اكو انواع انت اصلا ما يصير تطرحها على البيشنت مالتك؟ كل هاي الشغلات لازم انت تعرفها. Unneeded questions may need to be avoided. الأسئلة اللي أنت أصلاً ما محتاجها فبليز يعني تجنبها. As they limit the patient to answers. والأسئلة اللي هي تحدد البيشنت إنه يجاوب. عندك ألم؟ إيه لا، هذا غلط. أسئلة إنه أنت حددت البيشنت بإي أو لا، فهذا الشيء يعني ما أريد أتجنبه. Repeat back the important points so the patient can correct you if they're are any mins or errors. اي خطأ موجود هو حيحله. هنا انه اذا انت تريد تحصل على ثقة البيشنت فانت المعلومات اللي جمعتها وكملتها ايش حتجي؟ حتجي تعيدها على البيشنت مرة ثانية، فعلى مود تخاف انه اكو اي خطأ موجود
فالبيشنت راح يصحح لك، البيشنت يساعدك، يقول لك مثل هيش لا هيش إيل وكذا. تمام؟ أقفد ملاحظة إنه البيشنت may have a question that they want to ask you. احتمال البيشنت إنه عنده أسئلة يريد يقول لك إياها. Don't give them any false information. لا تنطي أي معلومة، دائما إنه إحنا المعلومات اللي ما نعرفها الأفضل إنه نسأل بيها، سواء الأكبر منا سواء السينيور أو غيره. فعلى العموم إنه إحنا لازم ننطي فد معلومة كلش دقيقة ومعلومة كلش صحيحة. Unless you are absolutely sure of answer, it is best to ask your senior. أفضل شيء إنه أنت إذا ما تعرف هاي المعلومة ما متأكد منها روح اسأل السينير مالتك عنها. You will go away and get them more information. اذهب بعيدا وانطي معلومات زيادة أو أكثر. What types of question that dentist should ask the patient؟ شنو أنواع الأسئلة اللي المفروض البيشنت المفروض الدينتست يسألها للبيشنت؟ خلينا نتفق على فد شغلة إنه الأسئلة المحددة بيس أو نو هاي ما نريدها، وخلينا نعرف إنه إحنا عندنا open question وعندنا closed question. أوكي؟ فلازم مثل ما قلنا لازم ما أحدد البيشنت بجواب. الكلوزد انه اسألي البيشنت وانطي خيارات، اوكي هاي يسموها كلوزد. اما بالنسبة للأوبن كويشن the gold standard of historical inquiry، يعني شنو؟ يعني انه المعيار الذهبي اللي موجود عندي هنا وين بالطب، اوكي اللي هو الأوبن كويشن، انه اني يا بمثلا اجاني اليوم شنو مشكلتك، شنو مشكلتك اني ما حددته، هو حيجي يسرد لمشكلته بالتفصيل. ولو انه اللي يجي يريد تنظيف اذا اقول له شنو مشكلتك يبقى صافن بوجهي. فعلى العموم انه يعني فد شيء او فد معلومة تفيدنا بالمستقبل، انه راح اقول له فد المعيار الذهبي انه اني اسئله فد open question. اوكي they don't suggest a right answer to the and give them a chance to express what is on their mind. اني شنو هنا وينه؟ انه اني لازم ما اقترح right answer جواب صحيح على البيشنت، ما اقول عندك اكيد عندك الم بالليل، يقول ايه عندي، فاني ما يصير اصلا اقترح له هذا الجواب. And give them a chance to express. أعطيه فرصة إنه هو يقول لي اللي بعقله، يقول لي يابا أنا هيج وهيج وهيج، أقعد بالليل ما أقدر أنام، أشرب مي بارد، أصحى أقوم أعيط ما أعرف شنو. مهم كل هاي الشغلات المفروض هو يحكي لي إياها. Examples مثل إيش؟ How are you؟ شونك؟ تمام؟ Other similar open question but it may be effective just to let the patient start speaking. أكو هو أسئلة انه تخلي البيشنت يحكي اللي بداخله. open question can be used to obtain specific information، استخدمها على مود احصل على معلومات كلش خاصة عن الاعراض. مثلا tell me about your pain، قل لي الالم مالتك، اوصف لي الالم مالتك شلون. اوكي هي المي يأثر عليه لو لا. تمام نجي على question with option. الـ question with option معناته شنو؟ انه اني اسأله بس انطيه خيارات. يابا انه سنك يأذيك بالحار لو البارد، اوكي يابا انه انت من تاكل فد شي حار هيك يصير، لو من تاكل شي بارد هيك يصير، هكذا يعني. انه اني انطيته يعني مثل MCQ. If information can't obtain through open question، إذا أنت ما قدرت تحصل معلومات كاملة بذيك الطريقة، فالأفضل إنه تطلب البيشنت بعض الأوبشنز على مود indicate what the information you need، على مود إنه تعرف شنو المعلومات اللي أنت تحتاجها. تجنب استخدام specific، لا تفيك على البيشنت بمصطلحات هو ما يعرفها أصلاً. Burning type of pain if you can use an open question مثل what was the pain is similar to، بعدين من suggestion options يعني يقول لك دائما انه تحاول لا تستخدم اسئلة معقدة، لا تستخدم مصطلحات معقدة، لا تفيك براس البيشنت.
never describe the type of pain. ابدا مستحيل انه تقول يا بالالم هيج وهيج. الالم هيج، الالم قوي، الالم قليل، وربع ساعه يروح، ورا نص ساعه يروح. هذا الشيء ما يصير. يقول له، هو يقول انه لازم شنو المحفزات الالكتريكال اللي تحفزه، او شنو الاشياء اللي توقفه ما تخلي انه يوجعك. تمام، نجي على leading question. leading question انه اني اسئله في سؤال معين، اوكي، واريده يعطيني الجواب مثلا. وهذا الشيء يعني كلش غلط. مثلا these are best avoided، لازم نتجنبه. they tend to lead the patient down a venue that is framed but your own suspicion. for instance a male patient present with episodic ulceration pain. اذا اجاني البيشنت عنده pain ulceration pain، طبعا لازم انه اني اعرف هل هو يدخن، هل هو يبدا فابدا بquestion would help you decide الافترز. طبعا هذا حكي كله خيط. اهم شغله انه انت ما تخير البيشنت، ما تقول له يابا انت شنو، يعني مو ما تخيره، مثلا ما تقول له انه ها عندك الم، هو راح يقول لك اي. ها الالم يوجعك، راح يقول لك اي. المفروض تخلي انت هو، او المفروض هو يحكي لك يعني. فنبتعد دائما عن الليدنج كويشن او عن هاي الاسئله. ما اوصف لاني الالم واقول له يابا انه انت عندك نتله، تصير مثل النتله تصير عندك. هذا الشيء كلش غلط. هو لازم يوصف لي البيشن شنو، هو لازم يوصف لي الالم. first thing to be start with the history. اول شغله احنا دائما، طبعا اني في عيادة نسيت اخذ العمر وتنقصت من التقييم عليها. اول شغله انه احنا لازم نعرف ايش قد عمره، هذا الشيء كلش نسيسري. انه first thing، ليش احنا لازم نعرف العمر؟ يعني وين نريد نوصل؟ والعمر شو عليه هو بالاسنان. فاهم شغله بالدايجنوسيس هو هيستوري، انه انا ايش قد اعرف ايش قد عمره. طبعا the age of the patient كلش مهم. بالفولوينج ميجر بروبلم اللي هي كرونيك اند ريكيرنت كونديشنز فروم ذا ايرلر ادلت ستيج. مثل ايش؟ يقول لك انه العمر كلش مهم، اوكي، وهو يعتبر انه بالمشاكل الرئيسية، مثلا اذا البيشنت عنده حالات كرونيك مزملة او حالات ريكيرنت، يعني كل فترة ترجع له، فلازم انه اني اعرف عمره. اول شغلة نحكيها بالعامية انه العمر هو مرتبط ببعض الامراض. اكو امراض تصير فد عمر معين واكو لا. كذلك انه degeneration bone and joint disease affect على TMJ، يعني مرات انه هشاشة العظام راح تأثر لي على TMJ. حتى انه الكبار بالعمر عندهم joint disease، عندهم التهابات بالمفاصل، عندهم مفاصلهم دائما متهششة، فكلها هاي راح تأثر على TMJ. فان من يجيني شخص بالخمسين سنة، اوكي، فاذا شفت انه مثلا TMJ عنده بيه كلش وجع، او انه دا حس بطقطقة، فهذا الشيء اساسي، شيء اكيد انه يابا انه تشكد عمرك. احتمال انه هذا عنده مفاصل، احتمال عنده روماتيز، فهي اللي مأثرة على TMJ مالته وفق عمره يعني. بعد طبعا خل اطلع لكم الديجنريشن. هسه هذه هنا أنا. TMJ disorders. طبعا TMJ اذا صارت بيه مشكلة فرح يسوي لي اول شغلة تروما بالفك، راح يسوي لي ستريس للشخص، راح يسوي لي طقطقة، حيسوي لي grinding، كل هاي الشغلات هو حيسوي لي اياها. chronic brain syndrome يعني انه اكو فد سيندروم بالدماغ مزمنة حتصير، وهاي هم مرتبطة بفد عمر معين. او اهم شغلة انه اني اعرف البيشنت ايش قد عمره. malnutrition، طبعا شوفوا هنا هذا الطفل هو عنده malnutrition،
وشي أكيد هذه هي طبعا مرتبطة بالأماكن اللي تفتقر أوكي للنيوتريشن، وأكثر شيء كذلك مرتبطة بأعمار الأشخاص. يعني إذا صار عند الشخص من هو عمره صغير mental disorders، كذلك بالدراكس إنه الأيج دائما إلى علاقة بشنو بالدراكس. The old patient change in the dynamic and pharmacokinetic، دائما الأشخاص الكبار بالعمر من عندهم فد يأخذون فد علاج معين، نسبة الفارمو دايناميك والكاينيتيك تختلف عن اللي أعمارهم صغار. يعني مثلا هسه لو فرضا إنه عندي واحد عمره بالخمسين واحد عمره بيش بالاثناعش سنة أو خمستاعش سنة، فقبل خمستاعش ما راح يأخذ الدواء راح تكون فعاليته أكثر. ليش؟ لأن البايو أفايلابيتي إنه كمية وصول الدم الدم شنو كمية وصول الدواء أوكي للمكان أو الجسم المريض راح تكون أكثر منين من اللي أبو خمسين سنة ويأخذ حباية، هي نفس الحباية طبعا بس إنه هنا راح يكون تأثيرها كلش قليل أوكي، لأنه الفارموديناميك والفارموكاينيتيك تختلف باختلاف العمر. إدراك and food reaction، مرات إنه يصير تفاعل مثلاً لما أكو الكبار بالعمر مثلاً أكلهم يختلف، فإحنا إنه الأدوية اللي راح نوصف لهم إياها هاي الأدوية إنه إحنا ملزمين إنه ننطيهم أدوية ما تسوي reaction ما تتفاعل ويا الأكل اللي هو يأكله. All of these will alter the absorption, distribution and metabolism excretion of a drug. كل هاي الشغلات اللي أنا قلتها مال النيوتريشن تمام، الدراج الفود الطعام التي ام جي، كلها هاي المشاكل هي شنو تأثر على العمر مال البيشنت أوكي، عفوا مو على العمر مال البيشنت، كل هاي المشاكل اللي هي أصلا مرتبطة بالأعمار راح تأثر لي على الدواء، حتأثر لي على امتصاص الدواء. مثل ما قلت لكم انه اللي عمره كبير امتصاص الدواء عنده مو مثل اللي عمره 15 سنة. الديستريبيوشن توزيع الدواء، الميتابوليزم وكذلك الاكسكريشن الافراز. البون عند الكورتيكال ترابيكولار بون ديكريز از ا ريزولت ات ويل بي مور بوتنشنال فور اوستيوبوروتيك فراكتشرز، طبعا العظام راح تقل اوكي للترابيكولار بون، كذلك نتيجة it will be more potential of osteoporotic fractures. مثل هم يعني الكبار بالعمر غالبا انه يصير، مثلا ابسط كيس ذاك اليوم شفتها انه فد شخص عنده هشاشة بالعظام، المفاصل الفقرات متهششة كلش ما بيناتن غضروف، هو كلش طبعا حسب ما شخص الطبيب قال لها انه هاي نتيجة التعب اللي انت تعبانته نتيجة العمر، فدائما انه احنا عندنا osteoporotic fractures راح يصير مثل هسه هنا وينه، وهذا اكثر شيء مرتبط بالاعمار. بعد شنو عندي؟ عندي المسلز number of muscles fiber decreased، طبعا من يكبر الشخص العضلات او عدد الفايبرز مال العضلات راح تقل، راح يصير اكو اتروفي عند الشخص نتيجة الفلكسيشن اوف جوينت راح يقل كذلك، الفلكسيشن اللي هو هذا عفوا طلاب الفلكسيشن اللي هو هذا هذا اكستنشن لا هذا فلكسيشن، تشوفونه شلون الشخص دي يمد ايده بعد واللي هي انه اوف جوينت ديكريز الفلكسيشن مال المفصل راح يقل، وبالتالي حينطيني سلولي ماسلز ريجينريشن، الريجينريشن مال العضلات حيكون كلش بطيء. زيادة الاوتو اميوني ديزيز، الامراض اللي خاصة بالمناعة كلش حتزيد احنا وينه بزيادة العمر. change in the joint in clothes، شنو التغيرات اللي حصير بالمفاصل؟ اول شغلة حصير اكو كارتليج
اروجين مثل ما قلت لكم طلاب انه الكيس اللي شرحت لكم اياها اللي تهشش، فهنا كذلك حيصير عندي شنو بقى هسه هاي الصوره صاير عندي فد اني تهشش، صاير عندي فد اروجين تاكل بالغضروف اللي صاير هنا وينه. تمام، كالسيوم ديبوزيت انكريز، طبعا هنا وين الكالسيوم راح يترسب، هو احنا كلنا نعرف انه الكالسيوم هو العامل الاولي اللي موجود بالمفاصل، فهنا من راح يصير عملية ترسب بالكالسيوم، فالووتر ان كارتليج راح يقل، طبعا المي عندي اني بالغضروف هم راح يقل. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي اوستيو ارثرايتس، كلش حزيد، اوكي، امراض المفاصل، التهابات المفاصل، كل هاي راح تزيد، وخصوصا طبعا احنا ندري نزيد ليش، لان الكالسيوم هناك وينه زياده ترسب مادة كلش ازداد، فشي اساسي او شي طبيعي حيسوي لي اوستيو ارثرايتس. واخير شي حيصير عندي جنجايفال ريسيشن مثل ما تشوفون هنا شلون انه غوط طالع لي، اوكي، فصاير عندي ريسيشن باللثه، تراجع باللثه. وبون دنسيتي لوس، طبعا احنا من ناخذ اشعه، لو فرض انه احنا اخذنا اشعه مال المفاصل حنشوف انه كميه او كثافه العظم شنو عندي قلت، اوكي، البون دنسيتي ماكو، صار عندي كله عبارة عن شنو؟ عن بياض بالأشعة، صارت أكو ضبابية بالأشعة. البابيلا أوف تايم راح تقل which lead to taste change. طبعاً هنا نتيجة هذه كل اللي صار شو راح يصير؟ راح يصير إنه التانج اللسان شبيه نسبة التذوق، إحنا كنا نعرف إنه اللسان شنو؟ مقسم، التذوق مرتب بتا مثلا سور مثلا هنا مالح هنا حلا، فمن راح تصير هاي الشغلات اللي حكيناها راح تتغير درجة التست، التذوق باللسان كله حيتغير، يعني هنا الحلا تقل مثلا الملح يزيد وهكذا، يعني او احتمال انه يفقد التذوق مالته بعد ما يقوم يحس باي شيء. فالبابيلا اوف تانك راح تقل واللي راح تؤدي الى تيست تشينج. نجي على السليفري سكريشن راح يقل، كذلك افراز السلايفة هم راح يقل هنا وينه، واحتمالية طبعا انه احتمالية فقدان الاسنان هو شيء اكيد، ومجرد ما صار هشاشة بالعظام، مجرد ما صار اكو العظم، اوكي، انه الكالسيوم مترسب، فهنا اولا هاي اول سبب انه احنا نفقد الاسنان، ثاني سبب انه اني صار عندي جنجايفال ريسيشن، هذا سبب ثاني انه يخليني افقد الاسنان، مثلا لعاب ماكو، صار اكو جفاف بالفم، اوكي، فهاي من ضمن الامراض، من ضمن الشغلات اللي تزيد لي الديزيز مال البريودنتال ديزيز. التغيرات اللي تصير بالميوكوزال سيرفيس اللي هي انفكشن، يعني بداخل الفم، مش راح يصير، راح يصير احتمال انه يزيد الانفكشن، يزيد الاصابات، راح يصير اكو مالجنسي انسايدنس، مثلا انه اني اشوف فد مالجنسي موجوده، فد شغلات سرطانيه موجوده داخل الفم. ريسبونس تو اكيوت انفكشن ريديوس، انه الاستجابه للاكيوت انفكشن راح تقل. تمام، و potential recurrence of Latin herpes zoster. أعتقد نزلتها الherpes zoster بس الصورة بس مجاية. المهم أو هي هذه عفواً، هذه Latin herpes zoster راح يكثر هنا وينه كلش، إنه مو بس يكثر، إنه بين فترة وفترة حشوفه راجع عند هذا البيشنت، يعني ورا فترة حشوفه طالع مرة ثانية. هذا الهيرباز زوستر اللي هو هنا وينه. الاميوني سيستم تشينج، راح يصير اكو تغيرات بالنظام المناعي كذلك وجهاز المناعه. سكريتوري اميونوجلوبولين اللي هو اي جي اي ديكلاين، راح يصير اكو بي
يعني ما راح يقوم يفرز بصورة طبيعية. الثايموز جلاند كذلك الثايمو بيوتين راح تقل، يعني هن بين قوسين كلياتن هذني حيقلن، يعني شكو شيء خاص بالجهاز المناعي راح يقل. طبعا ليش؟ لانه البيشن ده يتعرض وده يزيد عنده الانفكشن. اوكي، فشي اساسي انه الجهاز المناعي ما راح يقدر يقاوم الهجوم اللي صاير عليه، فكل هنا راح يقلن. حتى الانتي بودي برودكشنز هم راح يصير بها امبيرد، يعني انه راح تتوقف الانتي بودي وما راح تقوم بوظيفتها الدفاعيه. تي لينفوسايت راح تقل، والاوتو انتي بودي كلياتها الاوتو انتي بودي راح تزيد. اوكي، فاذا هذني كلهن راح يقلن خاصات بالجهاز المناعي، فقط الاوتو انتي بودي هي اللي راح تزيد. عندي ثاني شيء ورا ما عرفت العمر، ورا ما عرفت الشغلات اللي تصير. اوكي، بهاي المرحله هسه راح اجي الى الجنس. malignant melanoma that incides in increase in male. الميلانوما اللي هي طبعا تعتبر malignant الميلانوما اللي هي راح تزيد اكثر شيء طبعا هو الجنس. اكو ليش احنا لازم نعرف جنس الشخص او ليش المفروض انه احنا نعرفه؟ طبعا اكو لانه اكو فد شغلات او اكو فد امراض معينه تصير عند الاناث، اكو فد يعني امراض اخرى شبيها تصير عند الفيميل، تصير عند النساء اكثر شيء. مثلا هسه الميلانوما احنا نشوفها اكثر عند الرجال، تمام، مثل الميوكوز ممبرين بنفيجويد نشوفها اكثر شيء عند النساء. هسه هذا البنفيجويد هذه اكثر شيء وين نشوفها؟ نشوفها عند الفيميل. اوكي، مثلا الايبولاس، الايبولاس اند البرجننسي ايبولاس اكر ان فيميل بسبب السيركيوليتنج. طبعا الايبولاس اللي هي هاي هذه تحدث في فتره الحمل عند البيشنت بسبب انه الجهاز الدموي او الجهاز الدوراني راح يزيد بهاي الفتره، ما راح يسوي لي هاي المشكله. الاستروجين طبعا حيكون كلش عالي عند النساء. بعد شنو عندي؟ كذلك عندي سكويموس سيل كارسينوما اللي هي هذه طلاب، سكويموس سيل كارسينوما. وعندي هاي الايبولاس اللي قلت عند الفيميل اكثر شيء. هذه السكويموس سيل كارسينوما تصير عند الميل، عند الذكور اكثر شيء. وعندي الميوكوسيلي، عفوا هي هاي الميوكوسيلي اللي يصير وين؟ يصير عند الإناث اكثر شيء، تمام. هسه حنجي ناخذ history of presenting complaint، يعني اذا كان هو عنده ألم. احنا تعلمنا من السيرجري انه اذا كان هو عنده ألم فاول شغلة نجي نشوف السايت، وين مكان الألم بالضبط، الأونست شو وقت بدأ. اوكي، هل هو كونستانت، هل هو مستمر، هل هو عندك متقطع، تمام، هل هو انه صار تدريجي او فجأة حسيت انه انت عندك ألم. شنو مميزات الكاركتر؟ يعني هل انه هذا شارب، هل هو هذا الألم ماتك دول، هل هو تايت، تمام، كلش حاد، لو يعني مو هالقد قوي، لو شنو الألم ماتك، راديشن، هل هو راديت مثلا انه اللي يصير عندهم مثلا ألم بالأسنان، يصير بالأسنان الألم مرات يقوم يضرب وين؟ مثلا من يصير بسن العقل حيقوم يضرب على الأذن، فهذا شي يسمونه radiating، أو يضرب على العين مثلا، فمن الأسنان ايش سوى؟ radiating. يعني كذلك صار بالعين، يعني association انه نشوف
شنو الشغلات اللي مرتبطة ويا مثلا مرات يجي شخص عنده ألم وشوف ويا الألم كذلك انه يصير عنده تقيؤ فوميتينج او سويتينج. تمام. التايم كورس يعني هذا اكو مرات يعني اكو ألم يصير مثلا بمواسم معينة، اكو فد ألم يعني مرتبط مثلا هسه خلنا نفرض انه ألم يصير بالليل فقط، ألم يصير بالنهار، أو ألم مثلا يصير فصل الخريف، أكو ألم مرتبط يصير فقط بفصل الشتاء، وهكذا. التايم كورس مالت الوقت مال كل ألم. عندنا الإكزاسيربيتينج أند ريليفينج فاكتور، شنو هاي مثلا شنو الشغلات اللي حتزيد هذا الألم، شنو الشغلات اللي حتسكن هذا الألم. مثلا مرات يجيك بيشنت يقول لك إنه أنا مجرد ما أخذت حباية مسكن البارحة الألم وقف، مثلا مرات يقول لك مجرد ما انه اني اكلت حلا الألم زاد، وهكذا. مجرد ما انه اني وقفت على رجلي اوكي الألم زاد، وهكذا. السيفيرتي، هاو سيفير از بين، شقد شدة هذا الألم. طبعا انه انا اكو فد سكيل معين، اكو مثل المسطرة مرقمة من الواحد للعشرة، من الصفر للعشرة. فمرات انه اني هو البيشنت هو عنده ألم، اقول له الشغلي احطها قدامه واقول له الشغلي، هذا يسمونه سكيل. الشغلي شقد نسبة الألم مالتك، شقد الشدة مالته، مثلا يقول لي فت ستة او يقول لي سبعة اوكي، او يقول لي اثنين او يقول لي ثلاثة. يعني الواحد الصفر طبعا هو ما عنده ألم أبد، الواحد شوية عنده، العشرة لا هذا فد نوب يعني أوكي، وهكذا تدريجيات. نجي على الباست ميديكال هيستوري، يعني الباست ميديكال هيستوري أنا لازم أخذ معلومات عن شنو الأدوية اللي يأخذها حاليا، شنو الأدوية اللي كان يأخذها أوكي قبل، فأخذ هيستوري كامل، معلومات كامل عن هذا الشيء. مثلا نشوف شنو هي المشاكل الصحية اللي يعاني حاليا من عندها البيشنت اوكي، لازم نعرف الماضي اللي عنده، لازم نعرف الاعراض اللي عنده، الدواء اللي ياخذه، على مود كل هذا اشوف مثلا انه اني ما راح انطيه علاج، هل انه هو الدواء اللي دا ياخذه راح يتعارض ويا هذا العلاج اللي اني حكتب له اياه اوكي. كثر information، لازم أخذ معلومات عن البيشنت with other medical problems والمشاكل الصحية اللي موجودة عنده. فنجي على الدراج هيستوري، هسا رح نجي على تاريخ الأدوية. find out what medications the patient taking، لازم إنه أني أعرف أو أوجد شنو هي الأدوية اللي أخذها البيشنت. الدوز مالتها شكيت لازم، and how often they are taken، وش وقت هو ياخذها. تمام. يعني مثلا لو فرضا انه هسه هو ياخذ سايكلوسبورين، مثلا شقد الدوز باليوم ياخذها اوكي، وكلش كم ساعة. تمام. عندي if the patient has any allergies، دائما احنا نسأله هل عندك حساسية لفد دواء معين، لو فرضا انه قال ايه شو نسوي، نكتب اسم الدواء. اخطر شيء خصوصا انه احنا كاطباء اسنان اللي هو الحساسيه، يجي البيشنت عنده الليرجي فلازم نتعامل وياه كلش بدقه. يعني الاميوني سبريشن ميديكيشنز، الادويه اللي هي مثبطه للمناعه واللي تستخدم اكثر شيء بالاورال ميديسن اكزامبل، من هي هاي الادويه المثبطه بالمناعه اللي احنا نستخدمها؟ مثل سايكلوسبورين، هاي هذا سايكلوسبورين يستخدم اكثر شيء، يعني اللي عندهم فرط بالمناعه اوتو اميوني، فاني شنو على مود انه اثبط هاي الشيء او انه اقلل المناعه في سبيل انه ما تزيد ما تاذي الجسم، فانطي الادويه من ضمنها السايكلوسبورين او الادويه مثل الستيرويد. تمام. الستيرويد كذلك من الادويه اللي هي مثبطه للمناعه، طبعا هو الستيرويد موجود بشكل طبيعي بالجسم بالادرينال جلاند، هي يعني الادرينال جلاند هي اللي تفرزه، موجود بالجسم. طبعا الستيرويد يشتغل كشنو،
يشتغل ك انتي انفلامنتوري ضد الالتهابات. اوكي فشنو نجي يقول لك بريديزون عندنا هاي الامثله عليه، ديكساميثازون اوكي مثل الديغادرون، هذه كلياتها هي من مشتقات او من مجاميع الستيرويد. الستيرويد راح ستوب ذا بودي فروم ميكينج سايتوكاينيز اللي يسبب لي الانفلامنتوري. فدائما انه اني انطي انتي انفلامنتوري يشتغل ضد الالتهابات بحيث انه يثبط لي السايتوكاينيز، بعد انه او الجسم انه بعد ما يتصنع او ما ينطيني سايتوكاينيز، فبالتالي راح يقلل الالتهاب. Deplete certain immunity تسمى T or B cells and eosinophils. تمام، انه عندي اني خلايا مناعية مثل الـ T والـ B والـ Eosino، هذه راح كذلك يثبطها، يجعل is more difficult for immune cells to travel to spots of infections، راح يمنع الخلايا المناعية انه توصل لمناطق او نقاط الانفكشن اللي تريد توصلها، او انه الاصابة بالجسم يعني يسبب لي اصابة بالجسم. اوكي، هذا من هو هاي الستيرويدات بانواعها. عندنا الكولجين سين اللي هو هذا اكثر شيء يستخدمونه بداء الملوك، اوكي اللي هو خاص بانه يصير اكو التهابات بالمفاصل بسبب الكالسيوم. فعندي هنا وين شنو، هذا يستخدم اذا كان البيشنت عنده دايريا، اسهال، اذا كان عنده نيوجيا، اذا كان عنده فوميتنج، كل هذا التغير اسهال نعطيه. طبعا هذا النوع اللي هو كولجين كولجيسين يسبب لي ليفر كيدني او مسلز دامج، اذا او انه هذا من ضمن عفوا السايد افكت مالت هذا الدواء هو شنو، انه هو راح يشتغل او يسبب لي دايريا ونيوجيا وفوميتنج، يسبب لي ليفر كيدني مسلز دامج. يعني احتمالية انه من السايد افكت اللي موجودة بهذا الدواء من راح ياخذونه اللي عندهم مثلا امراض بالمفاصل، هو حيسبب لي شنو، فالدمج للكبد او فالدمج للكيدني او بالعضلات. اوكي، راح يؤدي الى لو بلس سيل كاونت، راح تقل مستويات الدم، خلايا الدم بالجسم. هذا الدواء راح يسبب لي dangerous interactions with other medications اذا البيشنت كان ياخذ علاج اخر. اوكي، وانا انطيته هذا العلاج كذلك، فراح يسبب لي تداخل بين هاي العلاجين، وراح يسبب افكت كلش ما حلو للبيشنت وكلش خطير على البيشنت. full medication check is necessary، فقبل ما انطي هذا الدواء انا لازم اشيك الادوية اللي ياخذها البيشنت بشكل اساسي. ازاثوبرين اللي هو اميوران، هذا شنو هو؟ هذا الدواء هو عبارة عن شنو، اللي هو ازاثوبرين في هذا الدواء كوز رير تايب اوف ليمفوما كانسر. طبعا هذا الدواء من السايد افكت مالته انه احتمال يخلي البيشنت يصير عنده ليمفوما، يعني يصير عنده كانسر او سرطان بالليفر او بالسبلين او بالبون مارو. اذا صار عندي بالبون مارو فانه هنا السيستم كله حيتغير. ليش؟ لان البون مارو من حيصير بيه ديفكت اوكي او ديزوردرز، ايش راح يصير؟ راح انه يثبط لي او انه يمنعني بعد الخلايا بانواعها مثل الخلايا مالت الدم البيضاء، كريات الدم الحمراء، كلها هذه ما راح شنو الصفحات الدمويه، كل هاي ما راح تصير عندي، فبالتالي حيصير اكو فد اضطراب او بروبلم كلش كبيره بالجسم مالت الشخص. فمن ضمن السايد افكت مالت هذا الدواء انه شنو يسوي لي، يسوي لي الليمفوما. زين، نجي على الدابسون. الدابسون يسبب لي سيريوس سايد افكت يعني وكلش خطيره، اثار جانبيه كلش خطيره بما في ذلك يلوينج اوف سكين اور ايز جاندس، انه البيشنت احتمال انه راح يصير عنده ابو صفار. اوكي،
بسبب انه هذا دابسون او نمنس او تينجينج ان هاندز او فيت، حيث اي بيشنت انه يحس بخدر اوكي باطراف اصابعه او باقدامه او بايديه. unusual thoughts or behavior، السلوك مال البيشنت كله حيتغير ولا كانه مال الانسان الاعتيادي اللي كنا نتعامل وياه. new or worsening cap، راح يصير عنده سعال كلش يعني يتفاقم عليه كلش هوايه. فيفر، راح يصير عنده حمى، التنفس مالته حيتغير ويصير كلش مزعج وحتى هو ما يقدر يتنفس. وكذلك حيصير عنده swelling، توغم. نجي على الفاميلي هيستوري. شنو معناته الفاميلي هيستوري؟ يعني انه اكو امراض مرات انه متوارثه من الاب او الام او الجد او العم، فاحنا دائما لازم نسال البيشنت عن هيك تفاصيل. از ا كومبليشن اوف ريفيلانت انفورميشن، ناخذ معلومات الاقارب اباوت ميديكال كونديشنز اللي راح تاثر لي حول الحالات المرضيه اللي راح تاثر لي على البيشنت، و يعني الاعضاء المقربين منه من العائله. راح تمثل اسيشنال كومبوننت اوف بيشنت ميديكال هيستوري، تمثل لي فد مكون كلش ضروري للبيشنت ميديكال هيستوري. تو فيتشرز ديستنت كاش فاميلي، عندنا صفتين راح تميز لي اذا العائله عندهم فد هيستوري كلش صحي فروم ا بيشنت ميديكال هيستوري، اللي هي اولا اعرف الميجر هيلث بروبلم، شنو هي المشاكل الصحيه اوكي باي ايتش ممبرين، يعني اسال كل عضو انه شنو هي المشاكل اللي تواجهك، المشاكل الصحيه اوكي، مثل الديابيتيز او انه انتو عندكم فد كاردياك هيستوري، عندكم امراض بالقلب مشتركه. اولا اشوف الجينيتك كونديشنز، احنا نعرف انه دائما الامراض تنتقل عن طريق جينات اللي هي الاوتوسوم الخلايا الجنسيه، فدائما اشوف الجينيتك كونديشنز مالتهم مثل البوليسايتيك كيدني ديزيز اذا كان عندهم بالكيدني امراض، اذا كان عندهم بالهيماتولوجيك ديزيز امراض مثل ايش مثل الهيموفيليا اوكي. كل هاي الاسباب اشوفها عد البيشنت، هي مثلا خل انه اني من شفتها عد هذا البيشنت الهيموفيليا، هل اشوفها انه هي موجوده عند ابوه عند امه عند جده عند بيبيته وهكذا. الفاميلي هيستوري شود بي باك ات ليست 3 جينيريشن، لازم نعود على الاقل الى 3 جينيريشن قبله، يعني ابوه وامه وغيره. النيتشر اوف ريليشن امونج فاميلي ممبرينز، طبيعه ريليشن تمام بالعائله شلون حصير بين اعضاء. اولا انا مثل ما قلت عندي اوتو سومال، يعني عندي جينات هي اللي تنقل بين اعضاء العائله تمام. فعندي زين اغسسيف والدومينانت، اغسسيف معناته صفه متنحيه موجوده بالاب والام، مثلا انه هنا مثلا عندنا خلينا نفرض مرض الكدني موجود عند من عند الاب وعند الام، فشي هذه الصفه وين حتطلع؟ حتطلع بالطفل. او مثلا انه خلينا نفرض انه الام عيونها خضر الاب عيونه خضر، فالولد حيطلع عيونه خضر كمثال هذا. فهنا هذا يسموها صفه متنحيه ريسيسيف، لازم عد الابوين اثنيناتهم. هذيك الاوتو سومال دومينانت، طبعا الاوتو سومال ريسيسيف امراض عندها مثلا السكول سيل انيميا، مثلا فقر الدم المنجلي. هسه تشوفون هنا عندي شلون كريات الدم تحولت من الشكل الكروي الى الشكل المنجلي اوكي، والفا ثلاسيميا اللي هي هذه، شوفوا كانت كرويه شلون تحولت بالثلاسيميا هذا شكلها. الاوتوسومال دومينانت لا موجوده لو عندي الاب لو عند الام، ما يصير اثنيناتهم بس عد واحد، يسموها الصفه السائده. مثلا عندنا هاي الامراض نيوروفايبروميتوزيس، مايوتونيك دايستروفي، عندنا بعد كارديوفاسكيولار، عندنا كارديوميوباثي وهكذا، يعني هاي مجموعه من الامراض اللي ممكن تنتقل للطفل من الاب او من الام. any child affect individual has 50 chance of being affected by the inherited disease، كل طفل عنده فرصه انه 50%
انه هو يصاب بهاي الامراض 50%. نجي على ثامن شيء اللي هو السوشيال هيستوري. طبعا ريمبر انه تسال البيشنت هل هو يدخن كحول، تمام؟ هاي اسئله معتاده احنا دائما نساله، يابا انت تدخن، يابا انت تاخذ فد ادويه معينه، انت تشرب كحول، انت كذا انت كذا، اعتمادا على الفايند اوت لايفز وذ ذا بيشنت. اول شغله السموكينج، اذا كان البيشنت يدخن فاكو ليجن مرتبطه بالتدخين، مثل ايش؟ مثل الليوكوبليكيا. راح يجيني البيشنت يابا شنو عنده؟ عنده ليوكوبليكيا. اول ما يخطر ببالي اقول له انت تدخن، او عنده مثلا نيكتونيك استوماتايزز اخذناها العام، هي مرتبطه اكثر شيء بالتدخين. الكحول اولا اليفيتد ام سي في، يعني انه كوربا سكيولر فوليوم ان ذا ابسنس اوف فيتامين بي 12. مثلا لما اشوف انه اخذ له تحليل الام سي في، اشوف يابا انه هذا بالتحليل مرتفع كلش، اشوف انه بي 12 ماكو، فوليت ديفيشنسي عنده بالحديد، عنده نقص بالبي 12. اوكي، من اشوف هاي الشغلات وانه اروح راسا ادزه على تحليل مالت كبد، اذا شفت انه التحليل هو ابنورمال، وظيفة الكبد كانت ابنورمال، فهو هذا حتما انه هذا البيشنت شنو عنده، او يتعاطى الكحول. تمام، مثلا خلينا نفرض انه جاني بيشنت عنده ابو صفار، فاني اول شغلة اشوف الام سي بي، وراها اشوف بي 12، وراها انه اشوف نقص الحديد، بعدين انه اني اقرر. اخير شيء عندي ريفيو اوف سيستم، ورا ما خلصت اني اخذت المعلومات هيستوري ميديكال هيستوري، اذا عنده الم شنو الادويه اللي ياخذها، اذا اكو احد من عائلته عنده مرض، وكذلك اخذت السوشيال هيستوري شفت انه هو يدخن ما يدخن. اوكي، هسه حنجي على اسوي ريفيو للسيستم، ريفيو لهاي المعلومات. كل كميه المعلومات اللي عندي اني من مختلف السيستمات مال الجسم شبيها not covered in your HPC، وإنما شنو؟ مثل إنه أنا عندي CV S respiratory، أنا شو راح أسوي؟ راح أسوي review لكل هاي الأجهزة، مثل CVS مثل جهاز التنفس، مثل GIT المعدة والأمعاء، neurology الجهاز العصبي، أوكي، جنتو يورناري renal system، اوكي الجهاز البولي مثلا المصل ماسكيولو سكيليتال، الجهاز السكيليتال او السايكاتري. تمام، اخر شيء انه سمرايزنج افتر تيكينج ا هيستوري، بعد ما انه اني اخذت فد هيستوري من البيشنت، ات از يوزفول تو جيف ذا بيشنت راندوم. اولا لازم اجي اشوف اخبره بالمعلومات اللي اني اخذتها من عنده، مثلا يابا انه اني فهمت من عندك losing weight، feeling sick، اوكي، عندك trouble swallowing وهكذا، صعوبه بالبلع مثلا، وزنك ديقل، with ulceration بالتانك، مثلا عندك ulceration موجوده بالتانك دا اشوفها قدام عيني، وكل هاي الاشياء اقولها اني المن اقولها للبيشنت واشوفه شنو يقول. اخير شيء انه اني لازم اخذ فد معلومات كلش مفيدة من البيشنت واحتفظ بهاي المعلومات، وها هي. Thank you.